صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض المفسرين إنه لا دليل على أن الملك الذي ينفخ بالصور أنه إسرافيل، وإنما هو مشتهر عند العلماء أنه إسرافيل، فما مدى صحة كلامهم وما توجيه سماحتكم؟ أو من هو المفسر اللي قال هالكلام؟ هو ثقة معروف، المفسرون أوثق منه وأعرف منه، وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، هذا ثابت في الصحيح أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. نعم.